والله بص، في موضوعات كتيرة جدا النهاردة وملفات كتيرة، أهمها قصة مهاجم الأهلي. طبعا الصفقة لم يتم الإعلان عنها بعد، لكن أنتوا تابعتوا بالتأكيد على منصات التواصل الاجتماعي من 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 أيام طويلة عدد كبير جدا من الأسماء اللي كانت مرشحة، عدد كبير من الأسماء اللي اقتربت بالفعل من الانضمام للنادي الأهلي، وآخرهم طبعا يمكن أنتوني مودست مهاجم بروسيا دورتموند السابق. سيبك من انتوني لانه زي ما قلت لكم يعني ما فيش شيء رسمي لغايه اللحظه، لكن في النهايه مني اسمع رايكم في قصه السن، لانه كل الناس اللي اتكلمت على الصفقه اتكلمت من ناحيه السن وانه 35 سنه وانه سن ممكن يكون المبدا نفسه. شفنا مهاجمين كتير جدا محليا على مدار تاريخ طويل، شفنا لعيبه لغايه النهارده بتلعب سن 37 و38 سنه في الدوري المصري، وعلى المستوى العالمي بالذات في مركز المهاجم شفنا لعيبه كتير تالقت واستمرت في الملاعب لغايه يمكن سن 40 سنه. هل السن دايما في قصه اختيار صفقه لنادي بحجم النادي الاهلي عامل مهم؟ هبدا مع حماده. اولا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا بالنسبه للنادي الاهلي وعامل السن اكيد مهم، ولكن الاهداف من الصفقه ايه؟ يعني انت بتشتري صفقه اكيد الاهداف بتكون مختلفه. هل انا شاري الصفقه دي كنوع من الاستثمار ان انا اجيبه لاعب عنده 20 22 سنه يلعب معايا موسم اتنين وابدا استثمر فيه واكسب فيه فلوس، ولا انا جايب لعيب هو اصلا عنده من الخبرات ما يكفي انه يلعب في اي مستوى عشان اجي استفيد منه؟ حلو؟ ايا كان الاسم اللي جاي، يعني مش هنحدد، يعني انا بتكلم في الفكره. انا الفكره اللي لفت نظري مش اسم الصفقه او صفقه انا فاهم، انا لفت نظري كيفيه تعامل المحللين او وسائل الاعلام الرياضي مع المبدا نفسه. اصل 35 سنه في السن، في السن ده وبيلعب في الدوري الالماني او بيلعب في الدوري الانجليزي او التوب 5 عموما، ويجي يلعب في الدوري المصري، هو بالنسبه له 35 سنه دي زي هنا عنده 25 سنه 26 سنه 27 سنه بالكثير، لان التنافسيه هناك اعلى، المستوى البدني هناك اعلى، والمستوى التكتيكي والقوه البدنيه على المستوى الفردي بقى اللعيبه اكيد اعلى. فلما يجي يلعب في الدوري المصري هنا او في دوري ابطال افريقيا اكيد المستوى مختلف، المستوى مختلف، فمش هيلاقي الصعوبه الكبيره اللي احنا نقول لا هو سنه كبير فمش هيقدر يلعب، لا هو سنه يسمح له انه يلعب في الدوري المصري. وعايز اقول لك كمان ان هو من سنه بالظبط واقل من سنه هو كان على قائمه المرشحين ان هو ينضم لفرنسا لكاس العالم، وكان حتى كمان بعد الانتشار كاس العالم قطر 22 قطر 22 وبعد الانتشار او ارتباط اسم اللاعب بالنادي الاهلي، انا عايز اقول لك ان في جمهور الهلال السعودي كان بيتكلم هو ازاي راح مننا، فهو اللاعب اصلا مطلوب، اللاعب جاي من مكان كبير، فلما يجي النادي الاهلي اكيد لا اكيد صفقه كبيره، وعامل السن انا شايف ان هو مش مؤثر، وانا شايف ان هي كمان صفقه سوبر وهتضيف للنادي الاهلي كتير طبعا.